أنا اسمي مارسا ويليام، عندي 30 سنة، متزوجة، عندي ولدين، بيت واحد. فتحت الصالون من 2016. فتحت أول شي كنت قاعدة مشط، بعد المشاط جيت عندي استطاعة، جبت ملابس، قاعدة بين ملابس نسوية، ملابس رجالي، ملابس أطفال. فايدة الصالون ماشي كويس، بقيت بقدر أصرف على أولادي، بقيت بقدر أصرف على الأسرة. الصالون بقى ماشي كويس، ملابس بكون فيه، شعر بكون فيه، مصروف بكون متوفر، بقدر أصرف لأولادي. مرحلة التعليم ماشي كويس. أنا البنات الصغار بنصهم، إنه بعض مرات يعني التعليم، الزول لما يتعلم تعليم يقدر يعمل بيزنس، لكن لو ما يتعلم ما بقدر يعمل بيزنس. ودي هو رسالة بتاعي لأخواتي وللبنات الصغار.